هذا البيضاوي تقنيات بوبلي اندرسون. بوبلي اندرسون الايفواري يتمكن من فك لغز هذه المباراه وتسجيل الهدف الاول. كانت تمريره فتيح ديال اللعب لفريق الوداد البيضاوي اللي كيعتمد عليه كثير بادو الزكي. لاحظوا سعد الفتاح تمريره ما زاد ما نقص نحو بوبلي اندرسون يراوغ الحارس محمد اليوسفي. لاحظوا يعني كيفاش راوغ وضع الكره في الشباك. اعتقد انه الطريقه ديال اللاعبين الكبار بوبلي اندرسون طريقه جميله باش وضع الكره، وبالتالي الهدف الاول لفائده فريق الوداد البيضاوي. ربح الجزاء مره اخرى. كنتابعوا التدخل في حق وسام البركه من طرف محمد بن رباح الحكم قرر الحصول والاعلان على ضربه جزاء. كنتابعوا نتابع. لاحظوا محمد بن رباح مشى على الكره، يعني كان سقوط ديال ناجي. جول التعادل، التعادل للمغرب التطواني على بعد 9 دقائق من لنقطة البداية. لاحظوا يعني حتى وسام الدين أصناجي ما ابتعدش كثير على الكرة، وبالتالي وضع الكرة في الجهة اليمنى.